هو المجلس القادم يعني تلاحقه الشبهات قبل أن يبدأ، يعني الكثير، والأستاذ عصام يقدر يعرف ده أكثر، لأن القانون ينشأ وفق الإرادة السياسية. لم تكن هناك إرادة سياسية للانتصار للثورة بهدم النظام القديم توطئة لبناء نظام جديد. غياب الإرادة السياسية وترك الأمور للنصوص القانونية والمماحكات القانونية وكأنها هي الحل، هذا خطأ شديد. يعني على سبيل المثال للحصر، أن القضاء حتى هذه اللحظة هو الذي اتخذ 3 قرارات مهمة لصالح الثورة: حل الحزب الوطني البائد، حل المجالس الشعبية المحلية، ولم ينفذ، رغم أن قانون المجالس المحلية يقول أنه يمكن تعيين مجالس مؤقتة لحين انتخاب مجالس جديدة في مدة لا تزيد عن شهر ويتم تعيينه. الخطوة الثالثة هي منع الفلول من خوض الانتخابات اللي قد تؤيدها المحكمة الإدارية العليا، قد تؤيد. يبقى لو كان هناك إرادة سياسية للهدم في شهر فبراير مباشرة، يعني هذا الشعب صار ضد هذا الحزب، هذا الحزب الذي أفسد الحياة السياسية، كنا وفرنا على نفسنا وقت وجهد. لا تترك إدارة الدولة للمماحكات القانونية، لأني لو لا القاضي في النهاية بيحكم وفق نصوص موجودة. معايا حساسيات الحكم أعطاها للأستاذ ياسر، بيستند القاضي إلى حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني. قاضي له نصوص، قاضي بيقول آخر إنه بيقول إنه حل الحزب مش معناه تسليم مقار وغلقها وإنزال لافتات، يعني لأن المقار لم تفسد الحياة السياسية.